يلا هلا. هلا، السلام عليكم. احزرها اريح، بس الشمس هذه مشكلة. هدينا هدينا. تعال الحين ما يفهمون الكلام. اي قام تعلمون الحين، علمهم شلون القفص يطلع ويروح. تعال تعال. ايوه تعال. لا فواز، يبيله تركيز، يبيله هدوء. انزين عشان لا تطلع مخرخشين نفس مخك. خلي ليش يعني الطيور كانت تخاف. هلا 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 هلا. هذه شوي يبيله تعلم. والله يا كنت تلعب من فيصل يبون ما في يا اخي متحمس. صح اكل صح يبون. لا لا حط اصبعك هنا. بسبع علمه لحظه. لا اقعد والله يطيران بعد فوق راسي. قول لا اله الا الله يا ولد. سيب اللي يسمعك يقول اني شايف طيور. طيور جن. لا معلش يعني اسمع، حسستني انهم الطيور التي لم يوجد مثلها هنا. لا شوف سبيك يا جربانه ترى. هلا هلا هلا. تخيل يطير يطلع برا ويسحب علينا. يطلع ويرجع. والله؟ ايه تو كانوا برا يروح ويرد. يلا الله يستر عليهم. وين راح الثالث؟ طلعوا الاثنين برا. سدا السعر طلع. السعر طلع. لا شوف عند الباب فوق فكر بيطلع. والله اخ هذه الاكل كم يوم صار له؟ امس لما تجي. جبتي. تخيل يطلع سارور. لا ما يطلع خلاص. انا متحمس كذا والعب مع فيصل بنقربه واطب كذا واصقع في الكبت. انت قبل شوي؟ ايه. لا خلاص ما يطلع سارور خلاص. وش اشوف انه ما جت في عيني؟ بالعمل بحط لي واحد هنا. بوكلهم اول. ما تخنقهم من ساعة حاط لي بخور عادي يقول عادي. اخي نسيت على الطيور هذول. نسيت؟ هذه بداية المتعة هني. قوم يروحون يتعلقون يجون. يا اخي سبحان الله كيف تعودوا على مكانه. خلي بيجونا كفاية عيالك. اقعد تعال تعال هنا امسكه. هو بيطير على صبعك لا تمسكه. حركات العنف هذه خلها. هلا انت هنا لازم تصلح لك صراحه قزم خاص. كمان ايها العصفور الجميل تعال الى هنا. هذا ذكر ما شاء الله. هذا الشايب حقهم اكبر واحد صح؟ لانه منتفخ. طيب اذا كبروا ذول ايش يصيرون؟ اخوك يا غبي مو بامك تفتح له علجك. شوف ما شاء الله. اذا كبروا ايش يصيرون ذول؟ ايش يصيرون؟ بلابل ما شاء الله هم صغار. والله اني اتكلم صادق. والله اني اتكلم صادق. هذه خيل الاول والثاني بعير. الثالث ناقة الصحراء. لا والله اني اتكلم صادق. شلون تصير اشكالهم ذول؟ العافية جعل ما ياكل غيرك. يا ترى شوي يسرق ذا اللي على اليمين باليلا قاعد ياكل اللقمه.
كم هير ايها الطائر الجميل كمان تسلق على يدي. اطلع فوق فوق. تقدر تعطيهم كلمه كذا يجونك من بعيد؟ تعلموا الحين لما يكمل ذيل. الله لا تقعدنا كذا هاي المره لجيتنا يا ملل. والله العظيم انه نايس نايس تقويمه من النوم صراحه. شلون قعدت فواز؟ فرشتهم طبيت كذا. ما احب استخدم العنف وانا قاعد الناس. هو مو عنف، هو طريقه تقويم من النوم. ايش تسوي يا اخي؟ الاقامه قربت تقوم. ايش قلت له؟ في احد مات شيء؟ اذا موت عادي ما في مشكله. لا خلاص انا وياكم قفزه على القبر هذه لازم نغيرها، في حاجه لازم نخرجهم كذا. لا قومتهم من النوم. يعجبني صوتهم يوم يتمون صوب بعض. لا 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 اسمع يتدلعون. لا جيبهم عندي والله، لا خليهم اقسم بالله انسان اصلا الدلع. جيبهم عندي. وين يوم؟ عندي عندي ارسلهم كذا. قل قاتل فواز. قلت فواز علمهم لغه اسمعها ومش عنك. لا لا اذهب، لا لا اذهب داري وشأني كله. الحمد لله رب العالمين. يرحمك الله يا ذيبان. يرحمك الله يا ابو محمد. لا تحط طبخ يا صح؟ ايه تو مكان ياكلون مندي على بالعافيه لهم جميع. قعدت معهم؟ لا والله. درست قمت كذا الصبح 9 ربع 9 ونص. اروح عند هذا حق جزر رصيدك ايمو اصلح لنا فطور وافطر وارجع احاول انام واقوم واحاول انام وانتهى الوقت وانا احاول. سلام. يا مرحبا ترحيب اما برحب بك برحب بك. يا مرحبا ترحيب تبقى على مر السنين، ترحيب مثل الورود تفوح يوم ابدا بها، تفوح من صادق محبتكم زهور وياسمين، تمطر غلاكم يا بعاد حي وبعد هدابها. جمهورك يقول لك واصل صوتك جميل. واو والله يا شفتك مقطع يا فواز. مسوين لك شيء زي يعني زي رياكشنات فواز شوف. ايه فيها ايش مكتوب شو اسمه انت لك مقطع كذا معصب كاتبين شكلي اذا مو عاجبني الموضوع. الا انت تقول انه لم يطق انني لم اطق له خبرا ما ادري شيء زي كذا. ما ادري شيء زي كذا والله. يعني اي واحد ثاني لم اطق له خبرا؟ انت تقول انه لا يطق لي خبرا او كذا او انني لا لم اطق له خبرا. يا اخي تدري تدري ايش يا اخي صدق صدق شباب احنا يعني بعيدا عن الفلسفه وبعيدا عن الصعروره اللي بينبت. انت تقول بعيدا عن الفلسفه وانت ترى قاعد تتفلسف. اوه الان كنت بقول إيه؟ سبحان الله والله انت مبدع. كمل يا فلسفه. اقصد علشان اذا سالفت ما حد ياخذ خبر. ما حد يفكر كثير منكم. صدق والله يا اخي احنا نعيش ايامنا هنا ما ندري عن ردود الفعل في الغالب، ما ندري وش يصير برا، ما ندري وش يصير. لا يعني اذا كلمنا اذا كلمنا اذا كلمت اهلي. الجوال مالك؟ ها؟ مكتمل ما اقدر اخلص. عاد شهاده حق، شهاده حق ما يسقط عن كلامك. يقول ما تعرف خويك الا بالسفر. الرجال هذا والله نعم. يا ولد احمد. اي والله اخي احمد اقسم بآيات الله والله يا أحمد. صراحه اخوته والله يا لك فقده وانت حبيبي. بعد مع اننا ترى راح التعب يعني ولا امدانا بس انه صراحه والله انه نعم احمد والله وانتم جميعا يعني والله انحرجت بس يعني بتكلم عن احمد لا يعني هي بتكلم عن مثل ان انا محرج فيه دقيقه ما لا الرجال صدره وسيع يا ولد وعادي يلا يلا اقول لك رجال صدر وسيع طقطقه فله وانا شوف هنا بلبث ما اخذ راحتي معه غير مثل برا اتمنى الجمله وصلت يعني هنا اللي فهمته يوم طلعت اننا ما ناخذ راحتنا مع بعض مثل برا يعني اتمنى وصلت الفكره شيخ هنا مثلا انا لو اقول لك كلمه يا فواز ولا شيء ولا كذا فلان يتدخل وفلان يقول كذا وفلان يقول كذا برا لا كل واحد مننا فاهم الثاني وش قصده هذا فاهم وش قصده بس ينتهي الموضوع ويمديك برا توضح على طول مثلا قلت كلمه ترى قصدي كذا ترى قصدي كذا هنا لا تقول كلمه بعد 4 أيام 5 أيام تدري ان الناس برا زعلانه وانت وش السالفه وش الوضع هناك على طول يا رجل هذا كان يبطل البث عنده ولا شيء تبريرات مو شو اسمه إيه؟ ليش قلت حق فلان ايش تقصد يرد لعاد
كذا تعرف اللي جالس على طاوله ومظلمه وفي لمبه فوق تدور غرفه تحقيق البث كذا تحقيق بس تشوف وليد ما يمنع انك يعني تمدحني اني ما افضحك ايش صار واغطي عليك ترى بتكلم يعني هذه لا مفر منها يعني احاول تخفف الوضع شوي بنا اقول لكم صدق رجال عاد انتم اثنين خصوصا اشتاق حققت لحظه بس اقول لك اول نصف فضيحه اول اي نص اول عشر من الفضيحه باقي عطني شوف اول عشر فضائح بلا عطني اول عشر فضائح عظمى عنده ايش خليت في الريال شرشرته هذه اول ما جت اخته هني في شو اسمها وين ما هنا ايه ماريا مريمن حق الكف ايه ريان بنت اختي يعني. ايه اول ما جت هني هذه اللي اشتاق طال شلون اشتاق هاري سلونت اخبارك طيبة اقول لك طاح كذي من قلب انا اول من قلبي عليها وهي مسكينه وهي طالع اعطاها كف من قلب هذه مشتاق لها ما انت عبر يا اخي الصبح انتم طبخين هنا بالمطبخ ايه من انتم لاني انا اول واحد على دائره الاتهام اول واحد كذا اتهمه لحظه منير ايه صاير من مكسر اتهمني انا اول واحد مكسر ايش؟ حقه العصير اي عصير مزين عصير انتم؟ انا مزين عصير تانج ايه ايش فيك؟ هلا حبيب مرحان ايوه يا هلا ابو علي ايش صاير؟ اقول لك عشان ما ابلش بالتبرير خدود كذا تعرف اللي تعرف الحركه هذه فاهم الحركه؟ اي ما اعرف اعبر انا لازم إيه ايش صاير؟ لا ايش التعبير ذا؟ اضرب ما اعرف اعبر الا كذا والله جحت محمود قال بسوي لك فطور ورحت تركت ايش صاير؟ في شيء خربان ما في شيء خربان؟ خربان ممكن الظاهر ذي ما ادري لا مو خربان هي ما تطلع لا تطلع عصير صارت لها شيء تدري وش هو؟ لا جرب اغرب شيء امزح والله ما ادري هو بس قال انا منهم مطار جدة عشان يقسم علي بعدين هو شايف اصلا منهم داري علمنا اساميكم بس انا نسيت توي ما اسالكم تحس بتناقض انا وسعد خلي خلاص محمد وصالح ايه تو شافهم المهم انفي الدعوه التي رفعت بي انفها انا انت شايفني نايم من الساعه 1 بالليل بس قال لي ثنتين بالليل ازعجتنا انت تقويمك شو حسيت تقويمنا؟ قال له حسيت شوي بغيت اجري وش قال؟ قمتوا من النوم ولا ما قمتوا؟ اه قمت النتيجه وش هي؟ قمتوا من النوم قمتوا ليش قلت العزوز يوم تقعده؟ قعدت اضربه يناظر زي كذا ما ادري ناظرني كذا ناظر كذا عنده رده فعل تعرف اللي يوم شاف الا فواز قال كم ما هو شارع لا شوف اغرب شعور احنا جالسين في المطار جالسين كذا اللي يجيك عياله صار اثنين يطير عيون كذا هنا شافنا يطالع كذا يطالع بعدين يروح يدعي اخوه بعدين يطالع يتاكد بعدين يروح لامه يشر شيء غريب بعدين مشكله يعني بعضهم يراعي لك ما هو يجي يسلم يراعي لك كذا تعرف دائره الاتهام انت كذا يبي يتاكد يبي يتاكد انا واحمد عشنا وضع الشهره شوي رحنا جلسنا على حديده كذا بزاويه نبي نخطط اننا نتصل هنا وندق على الاعداد ندق كذا نبي ندق شوي احنا جالسين الا جانا واحد كذا جنسيته عربيه ما ادري والله سوري ما ادري مازن اللي اسمه مازن لا هذاك مازن صغير لا جانا واحد رجال كبير جاي طاير مبتسم كذا انا قلت يخرب بيت الشهره يا شيخ حتى الجنسيات العربيه اي يوم يوم جانا قال السلام عليكم قلت انا وعليكم السلام جيت بقوم ما له داعي رجال كبير من فانز وما اقوم قال لو سمحت بكم تودي تكاس الجده؟ لا قال التكاسي من جدة لمكة قلت كيف اللي غلطت كذا انا مو جاي قاعد اجمع كلام شكرا لك شرف لي انكم تتابعون وكذا ما ادري ايش شوي من شنو اللي خش احمد انقذ قال والله احنا مو من هنا ما ندري صراحه شوي موقف اذا تعرف موقف يونسك موقف يصدمك جانا مدري منه جانا واحد يصور بعد نفسه انتم بدايه وكذا يصور بالمطار اقول على موقف جانا واحد بين قوسين تاء مربوطه
ما ماخذ التليفون يصورنا كذي واحنا ماشيين زين والله. اسمع اسمع خل خل ما خلص كنا نشوف الكاميرا تبين الشاشه. لا واحد في الطياره وبين قوسين ثام مربوطه قاعد يتكلم في الطياره حاط راسه عند الكرسي انا قاعد اتكلم وانا راح والله قاعدين نحش نحش بكم كذا الزبده. اسمع أمو أسألك بلا يقول لك أجل كم تهد كم تهد كم تهد. بعد الموقف هذا جانا واحد يصور معنا كذا أنتم بداية ومدريش وكذا توكي. بعدها جاء موقف ثاني وشو حنا جالسين جاتنا عجوز قلت يا أخي هو ولد وش وليد وش السالفة مكتسحين شرائح المجتمع. خلها علي بالله خلها علي بالله تكفى خلها لأن الموقف وياي العزيز. إزيك يا ابني عامل إيه؟ هلا قلت الحمد لله وصلنا مصر الحمد لله. لا جايز مصر من جايز مصر بعد تخيل يعني خلاص يعني الشباب هذا تمام من والحمام فين؟ والله لا والحمام فين؟ تعال يا خالة تعال وش هو الرب؟ تفضل يا الحمام ربنا يخليك يا ابني زي الصورة شيء ربنا يخليك يحفظك يا ابني تقول تعالي اقسم بالله انا صار لي شهرين والله والله يا شهرين وانا تعبان بليز يا حق اقبري بخاطري والله يا ولد تعرف اللي لا الموقف وشو ختامها لا اولها مو ختامها اول اصبر لا لا هذا كبير الصياغه اولها في المطار اي هذا كبير الصياغه اصبر ما نقعد الحين خلي وش يجي بلا وش اي عشان ترتيب الخروج ايش ايش لا لا خلي بدل لا وش يا ما نبدا نحرق كل اوراق انا في شب قال سواها عادي عادي لا تستحقر عشان ترجع مع اخوياك ايش ايش خلي خلي نبي نحرق اوراقنا كلها بس اشتخر ايش يقول يا مسلم احنا طالعين يا ولد هذا طيوري طيوري تقل امهم طيورت والله بغيت اقتلهم ثلاث مرات عاد نلقى لا يعلمونا يقول ترى سعد قاعد يوكلهم وكذا نفتح مقطع الا سعد دوسري وهاو في يطعم الطيور ما ادري ايش يسوي زي كذا دعستهم كذا رتف تريشهم نعم انا اقسم لا والله قاعد اشوفه كذا يلا يحاكينا يا هالة يا حبيبي ابي يفتح فمه ما يفتح فمه الا لما جو ثلاث مع بعض الحاله ما يفتح فمه اي شوف الصغير اللي في عضاطي راسه صغير واحسه خبل ما ادري قل لي العقل قل لي صح ما ادري شو على قل لك صح يا حبيبنا شفته يا وليد كلهم بحبي وليد اصل الصيف يقل صح ليش فيه ما يتفهم لا بحطهم مريض ولا شيء لا عقلهم لا شاف اثنين الجو فكونوا ايه؟ ابوهم يروحون لهم يفتح فمه اعطوني اكل يا قلبي وانا اعطيه اكل ما يبي يا قلبي اقول لك على ختام واحده وانسي وانسي نزلنا يومين الرياض يا هذه شاف عيال عمه قلت له خلاص بروح اشغل السياره اسخنها ويكم المهم رحت قال الدل قلت له اي دل ولا ادري شيء ولا خلطي المهم قاعد كذي كذي نطرت سخنه السياره قلت الحين افتر وخاف اطلع برا المطار روح المطار يضيع قلت لا يبا انزل من السياره وخلها شغاله وروح لهم رحت نطرت ولد ولد شايل يجيني الشرطي اللي قاعد يوقف السيارات مش مر من عندي كذي يطالعني كذي وقف صوبي كذي هو طالع ويوم قاعد يكلمني يقول انت حسيت انك الشخصيه يعني وقتها المشهوره امن دوله يا رجال لا لا لا, لا مو كذي هو وليد في الشارع الثاني مال المطار فهمت انا عند البوابات وهو لا عندي مواقف وانا جهه الثانيه نفس المكان كان بيدعمني فيه هو اخو والله قاضي والله قاضي يا اخي رايح معكم اسمع طيب ولد ولد جاني الشرطي الشرطي مر من صوبي ولا كلمني قاعد وقف هناك وعلى جنب فاهم مع جنبي بس ما يطالعني يقول انا شايفك وين وين شايفك فيه قبل تقول قناه بدايه يقول انت قران بحريني بالله انا جاي ما عرفته اي يقول انت قال لي كذي اعطاني كلمات فاهم كنا قاعد يدور في جوجل قران بحريني قران بحريني بيتكلم معك بحريني ما اعرف بس وانا اقول وساعه طالع يقول الله يهديك من دام انا اعرفك لو موقف موقفين بيتكلم بيتكلم بحريني شوف هو انا جاي كذا تعرف مو نظره اللي انجزوا علينا اخلصوا انت يوم وريت كان يحاكيني هو ترى اي انا جيت اللي انت تتكلم ممكن
لهالدرجه اخلاقيات القران واحمد كذا خلي العسكري ما يعصب يقول بسرعه امشوا كذا ما استاهل لا والله بعدين صوبي كذي كل ما طالعني ترى اجي كذا انا وين شايفك قبل؟ وهو على يسار انا قلت له قناه بدايه قال لي ايه انت قران بحريني بدل اغلبهم يسالون عن شو اسمه انا جحت محمود يقول بطبخ فطور وجحت اغلبهم يسالون عن وجه ابو كاتب هو له وجه يعني هو شلون وشلون شكله لا 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 ما له وجه احنا كلنا بس لنا وجه ما تشوفونه يطلع من وراء ما ما مختفي هو بس اللي هو له وجه صندوق لا انا كلهم اقول ما له ما اعلم مغطي ليه شباب عليه حركات يا اخي كل ما يقول ليس له معالم لا نراه هو صحيح ما له معالم عدمت تدري مره طلع في صوره وحط شيء على وجهه كمام كاتم يا اخي نفس ما نشوفه هني ايه اغير الموضوع غير الموضوع زين والله اصلا انا احس نفسي اصلا ترى جبت خفت العيد لا انا طبيت في البركة ولكن لم يحصل شيء لم يحدث شيء اوايته الدموية بالله عطني يوم يا اخي بوك كله واحد فيهم رقد حاط راسه تحت جناح بقوم من النوم اصبر لا 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 وليد قول لهم الصلاة الصلاة ها شوف شوف الاخير هذه الحين شوف لحظة كم واحد عنده راس لحظة قوم لك لحظة لحظة كم واحد عنده راس قوم اي هذه راسه موجود حتى برقده لحظه هذا مغير طاشن برقده يطلع عشان برقده سوي كذي تاخذ راسه انطر انطر كذا تكسر راسه انت ما اكسر هذا تعطي كذي ويلف الحين الحين بيرقد ارقد يا حيوان اكثر ناس يقولون حيوان ما حصل قوم يا حبيبي قوم لحظه برقده برقده راسه ما يمكن شلون ترقده ولد يا فواز شوف كان رقد 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 لحظه شو الاستقبال دولي انت تنومهم مغناطيس ايام انطر لحظه 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 طالع ما شاء الله الحين بينفخ روحه بيهز راسه يرقد ارقد يا غبي ايوه رقدها قوم يا مو كسرت رقبتها هي سوي كذي انت كذا تسوي لا بالعداله هذا انا تراها عنيف الرجل ذا ايوه ما انت خلاص خلاص والله واضح دراسه والله بنوم والله بنومني لا برقد هذيك شكلها رقدتها يا حبيبي برقدهم كلهم لحظه يستهبل ذا يلعب علي يقول لي انت قال شيء احنا كنا في الصلاه واسمع واحد يصيح منهم سمعتها صح؟ اي كان طاير برا ورايح انا خفت انه جاء هجوم لا لا تصدق اني نسيتهم لحظة لحظة بعدين نسمهم الحين خلاص شو ارقده 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 طالع لا طالع شوف راسهم لا لا فوز امانه طلبتك طلب يا اخي شوف راسهم يا اخي شلون تحسبهم يخافون ما يخافون طيب انا بسوي دراسه لا يفزعون يفزعون ينفزعون والله انا بسوي دراسه طالع ارقده يا حليلهم تخيل الى هنا وصلت مرحله التناسق بيني وبين الطيور تناغم تناغم التعامل والسيطره كيف سيطرت عليهم للحين نعطيهم اسبوع بعد طيب لها. متى نطلق سراحهم مطلوب صراحه ما حين اصلا ما شيء مطلوب صراحه ما يا دشان مطلق صراحه من يرحون ويرجعون ما ابغى يروحون يرجعون ابغى يروحون يعيشون حياتهم يا اخي والله اني صادق اسكت ها اسمع في باقي حركة شنو؟ وأنا آكل إيون يبغون الأكل من حلجي أو عقب ما خلص الأكل اسمع 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 هاي عقب ما خلص عز اللي يتاكل بيقول أكل مرة متحمس أنت وطيورك اسمعني يا الله العظيم وأنا آكل بيقول أكل والله العظيم اسمع اسمع أنا ما يدرام الطيور ذولي وش اللي ما أصلا ما يمدي يقرب من هنا وش اللي أكل لا لا يود أحيانا باللحيته هني زين عقب ما خلص الاكل زين قط مره شفت بلبل يشرب من حلجك ماي سوي كذي ويشرب او عقب ما تخلص اكل ينقش ضروسك هذه رومانسيات حيوانيه اسمع
الرومانسيه مع تربيه الحياه. اي احب الشعور هذا، بس سمعت الكلمه منك تقززت ما ادري ايش. استغفر الله العظيم. ها يا الرومانسي انت يا ايش الرومانسيه شيخ الله يبارك تاخذ ادري بقول اكل من بلدي ولا اشرب يشرب من بلدي خير يا ابوي ترى والله والله العظيم او يوم اكل السفره يطير وياكل ما يبوق الاكل ترى الطير الشيطان حركي حركي جدا هذا الطير نعم في فرط حركه كل ما يكبر يصير في فرط حركه وشاطر جدا بصيد الحشرات وهي طايره ده من اللي فيهم تشتت انتباه بينهم هذه في فرط حركه إيه؟ تشتت انتباه زهايمر لا لا دقيقة دقيقة بالله بسوي دراسة طلع شو طلع بسوي دراسة حطهم هنا بسوي دراسة إيه والله حطهم هنا بصلح دراسة فيهم بس لا تفزعهم ها لا ما عليك بسم الله أقعد ما أنصحك يا أحمد والله العظيم حاول تستخير يا حبيبي هنا أينشتاين هنا هنا أنا الأمور هذه كلها لعبتي هم عادي على غفلة يلا بصلح دراسة فرض الحركة أوكي لا تفزعهم فواز لا والله اني جالس اشوف اللي يتحرك من فوق من فوق سوي شيء لا هذول كلهم ما فيهم فرط حركه لانهم ما يتحركون في هذه فرط حركه والله ثلاثه اي والله كلهم يتحركون اي زي 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 يلا يلا شباب شباب قاعد دق دق بيانو انت ودي العب عليهم اي اي ترى هم يفتحون فمهم تقول دق بيانو حليل هو يا الله لا لا توكلهم لا توكلهم خايف انا عارف ليش لا والله الحمد لله ملابسي مغسله هذا اكتشفت انه اناني يا رب يعطيك الخاتم عرفت الحين من وين جايب هالخيال يبوق اللقمه لانك انت يوم جيت بتعطي هذا لقمه هذا فتح فمه تحسبهم يعني بيسوون كذا لما انت تاكل ما راح يسوون كذا هذا لانك انت قاعد توكلهم والثاني بيبوق اللقمه من خويه عشت دراسه يا حبيبي هذه بدايه الدراسه هذا زلالك جبت شيء جديد دراسه عن وشو دراسه عن وشو اخترع لي دراسه جديده عن الترنح والاندفاع لا اخاف صراحه انا بال هذه استفزاز يا حليل بسوي شو اسمه وخر وخر سوي حركة مايكل جاكسون فواز الشيكة مطلوب من الجنب مطلوب من الجنب وشو أعطاك ختم أعطاك ختم أعطاها سحبة والله مشان بطلونك في خط أبيض خليني أروح أرقد من الجنب وراح أرقد أنا بعد دقيقة دقيقة يا ولد يا ولد يا ولد الدراسة يا ولد فواز هنا وش عندك 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 ايوه عندك حسبي الله ونعم الوكيل اخرته زي كذا لازم ختم عشان ما يضيع كذا اخرته احمد يقول لك كل تبن جايب طيورك زي كذا عشان ما يضيع بنطلونك ما حد قال لك ادرس انت وطيورك المقرفه حد قال لك ادرس ترنا طاهر ليش كذا كذا ختم نهاية الدراسة معليش ما عندهم ثقافة نظافية علمهم مع احترامي الشديد تمام بزرار اوكي وهذه الحركة راح يدفعون ثمنها غالي اذا ما شردتهم انت تذكر علي وش يقول البارح في العصر حسبي الله ونعم تذكر علي وش يقول علي كلثمي يقول قرد صغير الله يكرمك ملبسين احفاظه ها قرد انا قرد كبير هذا العطيش عرفهم لا تدري ايش اللي يقهرني؟ اه لما تقول لي احلتهم كيوت وينهم وين الكياته ذولي وينهم وين الكياته؟ يا للقرف انه القرف كله قرف ان 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 الكياته كلها فيهم فيهم الكياته اقسم بالله اذا ما خرجتهم لك اليوم ما كنت فواز لا 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 تحمل اريك انا علمه وشلون احترام الاخرين عرف 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 من هو انا علمه من هو فواز اعرف من الشخص اللي انا 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 عقلك بعقل الطيور انا مجرد ما اسمي ينذكر عن طيورك السابقه انا راوي انت عارف شنو بيني وبينك انا ابو كاتم الطيور
اقسم بالله كذا لا كذا لا كذا اوفر كذا كثير هذا كثير صراحه. يلا تصبحنا خير. تصبحنا خير. وحارقد انت الطيور المقرفه. الدوام خلص يا سعد نرقد هنا وصلك المكيفات ولا ترقد على المكيفات؟ ادري والله ها عادي عادي والله مسكين. انا بالنسبه لي عادي اهم شيء بس الأمور تمشي الامور. الله يسعدك يا سعد. هيت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. قومي يعلمون انا اعلمك القام اللي ماسكهم بيدك ذولي وش يعلمون فيه. يا صاحب الطيور الوسخه. يلا. فاضي انا. عادي. شافوك ارتاعوا. مشكلة يا اخي ما اقدر اقول له شيء ذا احمد سند والله اني اغنيه. ليه؟ يا اخي احبه. طيب الطيور تحبها؟ تحب الكياتة؟ لا لا ما يهم فرقتها الكياتة وين وين الكياتة؟ طيور مقرفة. لا شكر. انت وش حطتك عندهم؟ يا اخي بسوي دراسة. بسوي دراسة. درست الحين ها؟ درست الدراسة انت انها طيور اعطاك الشهادة في شدة القرف. اعطاك الشهادة هو كافئك الان. انتهت الدراسة كذا. عموما ما علينا، ايش اخبار ابو محمد؟ الحمد لله رب. خليني انسى اللحظات التعيسة اللي قاعد اعيشها. دي لحظات تعيسة تعيسة وانا ناوي انسى اعيش. يلا هيا خذ لك عاد. كيف الحين اشتت انتباهي؟ مالك الا تغسله. ما بغسله بروح اتروس الحين. ما لاني اصلا كذا ولا كذا مبدل وبعدين اصلا ما يا اخي ما بكذا يا اخي ما بكذا ما بكذا. يلا هذا كثير. كم الساعة عندك؟ الواحدة. الواحدة؟ ودقيقة. إذن هيا بنا. بنروح. فقرة غدانا بتبدأ، بروح أشوف العيال. أنت بتنام؟ لا يا قلبي، قايم من الصبح الساعة 9، مش قومني. طيب ترى. والله يا السعرور ذا اللي طلع. جالس نلعب مع فيصل في الكبت، بس أشهر ما جاء في عيني، في جبهتي. تمزح مع فيصل أنت، فيصل. لا ما له دخل، ما له دخل أنا. شدك أنت فيصل من جيبه. أنت منهم بس. يلا يا اخي اليوم ما ادري ليش حاسس ان حامد الله بيجينا. الله يحييهم جميعا. يا منير يا منير يا منير.